أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا بيتنا أحلى. على حسب دراسة اتعملت على 1000 من الأزواج السنين عن المشاكل الزوجية بينهم في شهر رمضان، طلعت الدراسة دي بنتيجة مفاجأة إن شهر رمضان بتقل فيه المشاكل الزوجية، فبدل ما تبقى في المتوسط 7 مشاكل شهريا على حسب الدراسة بتتقلص وبتقل وتوصل لمشكلتين في رمضان كله. والحقيقة إن المشكلتين دول كمان ممكن يقلوا ويوصلوا لصفر مشاكل طالما إن كل من الزوجين عندهم زاد روحاني وإيماني. والحقيقة برضو إن كل ما وصلوا للهدف الحقيقي من الصيام هو تحقيق التقوى في القلوب وتطبيق الجوارح لمعناها الحقيقي، فهتلاقي بقى عصبية الزوج هتقل وهيحفظ لسانه من الكلام اللي بيزعل زوجته منه، وهتبقى الزوجة نفسها طويل على زوجها وعلى أولادها وعلى أهل زوجها كمان، وهتعمل الحاجة بحب مش وهي حاسة إنهم واخدين منها ومن وقت طاعتها ومن جهدها. وما كانش الزوجين بقى يستغلوا شهر رمضان اللي الشياطين مصفدة فيه، والرحمة والمغفرة والعتق من النار موجودين فيه، واللي فيه كمان دعوة مستجابة للصائم، يبقى إمتى هيقوي علاقتهم ببعض ويستغلوا الشهور. شهر رمضان يعتبر فرصة كبيرة جدا لتقوية العلاقات، وبالذات العلاقات الأسرية، سواء كانت بطاعة يعملها الزوجين مع بعض أو إنهم يدعوا البعض حتى بظهر الغيب والأولادهم، أو يظهروا البعض يعني بعض الأشياء من الخاصة بالرحمة والتعاون بينهم في الأسرة. الأسرة المسلمة في شهر رمضان إزاي تخلي رمضان أسعد شهور السنة بالنسبة لها، ده اللي إن شاء الله هنجتهد نشوفه معاكم النهاردة. أما عن ذكر اليوم زي ما اتفقنا معاكم فلينا كل يوم ذكر، وذكر اليوم هو أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه، لأن استغفار بيمحو الخطايا ويوسع الرزق. بيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار كمان يعتبر من أسباب جلب الرحمة، وإحنا في أيام الرحمة الآية الكريمة بتقول: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. بيقول الله سبحانه وتعالى كمان في آية أخرى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وعن سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من المستغفرين والمستغفرات. خلينا نطلع معاكم فاصل قصير ونرجع نبدأ معاكم أولى فقرتنا النهارده.